مرحبا. انطلقت مهرجانات عمشيت الدولية من يومين. كاميرا الجديد كانت موجودة وأجرت مقابلة مع رئيس لجنة المهرجانات السيدة جو يونين وواكبت المهرجان خلال يومين، فكانت حفلة مارسيل خليفة باليوم الأول ومن بعدها حفلة ملحم زين. منتابع سوا الأجواء. هيدي السنة الثانية عم نطلق مهرجان بعمشيت. السنة أطلقنا مهرجانات عمشيت دولية، وقت نحكي مهرجانات عمشيت دولية وقت نحكي دوليا أكيد بلشنا بمارسيل خليفة، لأنه مارسيل خليفة هو ابن الضيعة. إنه أنت ما عم تفوت بس على مهرجان فني، أنت عم تفوت على مكان في كل شيء نوعا ما، يعني في عندك الفود كورت، في عندك معرض السيارات الكلاسيكية، في عندك المتحف للمتاحف، عندك معرض للوحات الفنية، وبنفس الوقت على الساعة 9 كل العالم بفوتوا على المدرج مشان يحضروا الفنان. الليلة عندنا مارسيل خليفة مشان تحضيرا لنهار الأحد اللي هو رح يكون النهار الكبير من الساعة 6 للساعة 12 بالليل، كولكشن كارز باريد يلي هي نحن بتميزنا بعمشيت، هي السيارات القديمة مع الموسيقى مع الرقصين مع دراجات الهارلي مع كل في كثير مفاجآت السنة. الموكب كثير كبير، فينا نسميه إذا بدك كرنفال. حقيقة هذا البحر لي، يعني من أنا وقت كنت صغير كنت أمشي مع جدي على هذا الشط، كثير ذاكرة وكثير حنين، برمت الدنيا كل البلدان دائما يستقبلوني. اليوم أنا هيك بحس حالي أنه أنا عم بستقبل الناس في هذا المكان، في مكاني الأول. حبيب البلاد، حبيب ما بدنا ننسى كمان حفلة جيمان وكيان، وبكرة حسب ما وعدنا السيد جو يونين أنه في كتير من المفاجآت ناطرتكم بمهرجانات عمشيت الدولية. إلى اللقاء.